ما صليتش الضحى وهي حزينه، ربنا يكرمها يا رب الله يحفظها فتسال عن والله بدايه انا وفاه، اتحاقر امام هؤلاء ربنا الافاضل يحفظهم والله والله الامجد. الناس الطيبين دول. نعم 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 فطر شيخ سليم. كريم، مساله الضحى، صلاه الضحى متى تبدا ومتى تنتهي؟ تبدا بعد طلوع الشمس وان تشرق الشمس بعد ما ترتفع قيد رمح او قيد رمح، اخر وقت لها قبيل الزوال، هذا وقت ممنوع يعني فيه الساعة الصرف. كام؟ عشان الناس ممكن تكون ما تعرفش الزوال. حاضر، افضل وقت لها الساعة 9، 9 وشيء، 9 ونص يعني حين ترمد الفصال. نعم. فهي من بعد من يعني نقول الان الشروق كم؟ هو الان 3 وربع بيأذن، وطبعا الاذان فيه كلام في الوقت هذا. 5 و طيب يبقى هي الى ان نقول لها بعد شروق ب 10 دقائق يبدا وقت الضحى. الى قبيل الظهر يعني الساعة 12. هذا وقت الضحى لك، وافضل وقت سيكون الساعة 10، 10 ونص حين ترمد الفصال. في الشتاء 9، 9 ونص هذا أفضل وقت، وتصليها 8 ركعات، وهناك حديث ضعيف أن تصلي 12 ركعة، لكن هي أقصاها 8 ركعات. ركعتين 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 كما كما في مثنى 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 مثنى. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. أحسن. حتى متى آخر وقت؟ قبيل الزوال. بعد إيه؟ يعني قلنا إذا كان بيأذن 12 و10 يبقى آخر وقت لها الساعة 12. 12 يعني. نعم. قبل الأذان ب 10 دقائق. نعم.